السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ ايه رأيكم في الطبق الجميل الجامد التحفة ده؟ طبق سهل ولذيذ ومغذي وجميل وراقي، اكل البشوات. يلا بينا نشوف عملنا الطبق الجميل ده ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله رجعت لكم بوصفة جديدة جميلة، يا رب تعجبكم. حاجة كده راقية تنفع للعزايم، تنفع كده ايه لما تكوني رايقة عايزة تروقي على حالك وولادك، حاجة جميلة. هي ايه بقى؟ كفتة داوود باشا. دي كفتة غير كفتة الرز وغير كفتة اللحم، ماشي؟ طيب احنا هنخش على مقادير الوصفة على طول. معانا لحمة مفرومة، معانا طماطم، معانا كيسين صلصة، معانا بشر بصل ومية البصل. البشر البصل ليه شغل والميه ليها شغل. طيب ومعانا توم، ومعانا حته سمنه بلدي صغنطوطه جميله، ومعاها شويه زيت. طيب نخش على توابلنا الجميله. اساس كفته داوود القرفه، ماشي؟ معانا قرفه، معانا بابريكا، معانا السبع بهارات، معانا ملح، معلقه شطه صغنونه للي يحب، وفلفل اصفر بس. دي كل توابلها. طيب ومعانا تركايه كده برضو بسيطه، معلقتين دقيق. هقول لكم دلوقتي هنعمل بيهم ايه، ويلا بينا نجهز الوصفه الجميل. ودلوقتي هنجهز الكفته على السريع. هي عامه سهله وجميله ولذيذه وما بتاخدش وقت. بنعمل ايه؟ بنحط البصل اللي احنا بشرينه الجميل بتاعنا. هي سهله خالص، بتحطي البصل وتحطي التوابل، حلو، وبعديها بتعجنيهم عجنه جميله الكفتة بالتوابل بتاعتك الجميلة. هعجنهم واقول لكم نعمل. ودلوقتي احنا عجننا الكفتة الجميلة بتاعتنا زي ما احنا شايفين. هي بتبقى عبارة عن ايه؟ عن عجينة اهي، ماشي؟ خليكم معايا بقى في التركية الجميلة اللي جاية دي، هنشوف هنصنعها ازاي. صينية، ماشي، معانا عجينة الكفتة. بنعمل ايه؟ بنرش رش الدقيق. ليه الدقيق يا ام يوسف؟ عشان خاطر ما تفكش وتديكي تيست في التحمير، بتخلي الصلصه ايه؟ متماسكه كده، يعني حاجه ايه؟ ماسكه نفسها وهي كمان ايه؟ ما تفكش، ماشي؟ بنعمل ايه؟ بناخد حته الكفته الجميله بتاعتنا وبنعمل ايه؟ بندورها ونحطها، ماشي؟ ونعفرها ايه؟ شوية دقيق كده بسيط، يعني ما ايه؟ ما تكتريش، ماشي؟ اعمل لكم كمان واحدة اهي. عجينة جميلة، وتروحي جاية مكوراها كده جميلة اهي اهي، وتروحي حطها، ماشي؟ وتعفريها برضو ايه؟ برش الدقيق كده خفيفة جميلة، كمان واحدة. وبعد كده انتي بتمشي على نفس النمط. هخلص الكمية وارجع لكم. ودلوقتي بعد ما خلصنا الكفتة بتاعتنا التدوير بتاعها وعفرناها ايه؟ بالدقيق، ماشي؟ ولعنا الكانون الجميل بتاعنا ويلا نشوف هنعمل ايه. ودلوقتي حطينا ولعنا الكانون الجميل بتاعنا وحطينا حتة السمنة البلدي الجميلة بتاعتنا، سمنة كريمة اي حاجة عندك، بس اهم حاجة تكون بلدي، ماشي؟ او شوية زيت هيقدحوا واوريكم نعمل ايه. وزي ما احنا شايفين دلوقتي يا حبايبي السمنة بتاعتنا الجميلة اهي قدحت، بدأت ريحتها تطلع، ماشي؟ قبل بقى ما تتحرق مننا نروح نازلين بالكفتة الجميلة بتاعتنا كده، كلها بترصيها كلها وبتقلبش، ماشي؟ اهي كده 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 اهو. انت بتعملي ايه؟ احنا دلوقتي بنشوحها في السمنه البلدي والزيت. كفته داوود من الطرق الجميله الراقيه المحترمه، اكل البشوات داوود باشا، حاجه كده من الاخر. احمرهم واقول لكم نعمل ايه.
ودلوقتي حابه اوريكم اللون. هي انت بتديها اللون الاحمر الجميل ده تشويحه في السمنه البلدي عشان انت بتكملي سواها في الصلصه. انا بقى اوريكم اهو بص اللون جميل ازاي اهو، بتطلعيه كده في حاجه متحمري كده. بصوا عايزه اقولكوا جميله ومسكتش. بصوا كور سليمه جميله ماشي. هطلع الباقي واقول لكم نعمل ايه. مع اخر واحده تحميره هنعمل ايه؟ هنحط التومه بسرعه بسرعه بسرعه. نحط التوم كده على السريع تطلع ريحه. وبعد كده بنروح حاطين والايه والحاجات الجميله بتاعتنا دي. طيب وبعد كده هنعمل ايه؟ هنحط كيسين الصلصه. بعد كده بنحط الصلصه علشان التست ماشي. بعد كده التركايه الجميله ميه البصل اللي طلعت من البشر بتاع البصل بندلقها في نفس الحل ماشي. هنعمل ايه تاني؟ عليها تتسبك ونرجع تاني. ودلوقتي بعد ما الصلصه بتاعتنا دخلت على تسبيكه ما بتسبكهاش جامد يعني مش تسويتها مره واحده ماشي، هنعمل ايه؟ نفس التوابل اللي انت حطيتيها في الكفته باللحمه هتحطيها في الصوص الصلصه مع تركايه بسيطه، معلقه سكر عشان تعادل طعم الصلصه. هقلب بقى دول بدول، خليكم معايا متروحوش بعيد عشان الاكله دي جامده ومحتاجاكوا ايه تشوفوها. هنعمل ايه؟ هنحط الكفته بسم الله على الصوص الجميل بتاعنا. ايه رايكم؟ ايه رايكم في الجمال والجمدان ده ماشي. انت هنا انت اديتيها تشويح، انت هنا هتكملي سواها. هي يعني ما بتاخدش ربع ساعه، 10 دقايق عشان ما تتهريش منك وتفكك. تغلي غلوه بالصوص الجميل بتاعنا ده والتوابل الجامده وبعد كده نغرف واقول لكم نعمل ايه. ودي كانت وصفتنا الجميله النهارده، كفته داوود باشا ومعاها رز محمر بالشعريه جميل والصوص الاحمر الجامد. عايزه اقول لكم جميله ولذيذه وسهله وما بتاخدش وقت. يا ريت كلنا نجربها. سلام.